اليوم راح نحل تطبيق وحاول أن تحل صفحة 48. راح أبدأ في تطبيق صفحة 48. تعال نشوف إيش عبئنا التطبيق. في الشكل المجاور، شايفين الشكل المجاور؟ برهن أن إيدي الوترين، برهن أن القوسين أول AB وED قوس ED طبوقين. وين القوسين؟ إذن في هذا الشكل اللي قدامكم برهن أن AB، شايفين النقطة A يا أنسات تحدد، والنقطة B أبي يحددون قوس، هذا هو القوس. والقوس ED هذا القوس ED تمام، اللي بيحدد محدد بالنقطة E وبالنقطة D، برهن لي اياهم طبوقين تمام. لاحظ قال لك في الشكل المجاور، معناته كل شيء فرضيات رح نختم الشكل. في الشكل عنا دائرة مركزها O، فيها مثلثين، مثلث الأول O D E حيث D E تقع على محيط الدائرة والزاوية E يساوي 35، كذلك المثلث الثاني O B A حيث B A تقع، كل من B و A تقع على محيط الدائرة والزاوية A 35. مطلوب منا نسبة الوتر إيد، عفوا القوس ED والقوس AB طبقان. نبدأ وحدة وحدة، نبدأ بأول مثلث. في المثلث ODE، قال هذا المثلث يا تاسع، لاحظوا علي هون هذا أو هاي دي وهاي إي، المتساوي الساقين. ليش متساوي الساقين يا تاسع؟ قال لأنه عنده ضلعين متساويين. إذا خذوا قاعدة هيك ملاحظة على الطرف، بس كان عندكم مثلث، هذا المثلث فيه ضلعين متساويتين فإن زاويتا القاعدة متساويين. دائما دائما إذا عندي مثلث فيه ضلعين متساويين فإن زاويتا القاعدة متساويتين، هاي زاوية القاعدة معناتها هاي الزاوية تساوي هالزاوية، جاء على رسمة الأساسي. O D E عبقلك في المثلث O D E متساوي الساقين، وبالتالي لأنه متساوي الساقين، مين أين ساقين متساويين؟ O D. مين قال لي طيب إنه ما بصير يعني لحالي أشلفها هيك؟ لا، O D يساوي O E. مين قال لي إنه O D يساوي O E؟ أليس طول O D يا صبايا R، يعني نصف القطر طوله R، كذلك او اي شط طوله كمان ار، كمان نصف القطر. اذا او دي واو اي اثنيناتهم انصاف اقطار، اثنيناتهم انصاف اقطار. وشو مطلوب؟ اذا صار عندنا مثلث متساوي الساقين، وبالتالي زاويتا القاعده متساويتين. مين زاويتا القاعده؟ هاي الزاويه دي والزاويه اي متساويتين، وتساوي شات 35 درجه، ويساوي 35 درجة. طيب كمان إذا منا نحسب E O D، أنا عرفت هاي قياسة D 35 يا تاسع، و E 35، رايدي احسب قياس O، رايدي احسب قياس O الزاوية المركزية O، لأن رأسها يقع على في مركز الدائرة. كيف بدي احسبها؟ جميع زوايا المثلث مجموع شقد 180، فالزاوية E لو جمعتها مع الزاوية دي وجمعتها مع الأو 180، بس أنا الزاوية إي بعرف شد قياسها 35، ودي بعرف شد قياسها كمان 35، معناتها لحساب الزاوية أو شو بقول؟ إي أو دي تساوي 180، مجموع قياسات المثلث 180 ناقص 35 زائد 35، بنحسبها 35 و35 70، إذا 180 ناقص 70 110. شايفين حسبتها 35 زائد 35 شد بجوابها 70، 180 ناقص 70 يطلع 110، إذا شد الزاوية بي اي او دي 110، هيك حسبنا الزاوية المركزية او تمام. بعدها رح ناخذ المثلث الثاني، مين بيقول لي المثلث الثاني مين هو؟ او اي بي، هذا المثلث الثاني يا تاسع. يا بنتي مثل هداك، مثل أول مثلث، كمان هو مثلث متساوي الساقين. ليش متساوي الساقين؟ لأنه طول أو بي يا بنتي تساوي R، وطول أي أو كمان R، إذن اثنيناتهم أنصاف أقطار، وبالتالي زاويتا القاعدة متساويتان. مين زاويتا القاعدة؟ أي وبي، معناتها الزاوية أي
تساوي الزاوية بي وتساوي 35 درجة، وتساوي 35 شو درجة، تمام؟ معناته بنفس الطريقة بقدر أحسب O الزاوية الثانية O AOB. شلون بدي أحسب AOB يا تاسع؟ وال AOB الزاوية AOB أشو يساوي 180 ناقص الزاويتين A و B. شد قياس A و B 35، 180 ناقص 35 زائد 35، 180 ناقص 70، مجموع ال 35 70، 180 ناقص 70 110، 110 أشو 110 درجة. هيك حسبت EOB AOB. معناته يا تاسع انتبهي لي لعندي، أول شيء أنا رحت حسبت الزاوية المركزية EOD، تمام؟ ورديت حسبت الزاوية المركزية الثانية اللي هي AOB، قام طلعوا شو؟ طلعوا متطابقات، صح نفسهم؟ طيب هلأ صار عندي زاويتين من واحد واثنين، تمام؟ زاويتين مركزيتين في الدائرة متساويتين، فإن قوسيهما طبقين. هاي طريقة، إذا كان بإمكانكم تقولوا بما أن الزاوية AOB تساوي الزاوية EOD وتساوي 110 حسبتن، فإن القوسان ED هذا ED والقوس AB متساويان. طيب نرجع الحل الأول، بإمكاني كمان ما أعتمد هاي، إذا أنا اعتمدت هلأ بيكون على شو؟ اعتمدت يا تاسع على أنه إذا تساوى زاويتين مركزيتين فإن قوسيهما طبقان، هيك اعتمدت. في طريقة تانية، في طريقة تانية، انتبهوا لعندي لأعطيكم إياها، نمسح واحد واثنين. إنه بعد ما حسبت EOD روح قلك إذا EOD تساوي 110 فإن القوس ED 110، تمام؟ احسب قياس القوس 110. طيب مين قال لي؟ لأنه أنا بعرف قياس القوس يساوي قياس زاويته المركزية، عيده، قياس القوس يساوي قياس زاويته المركزية. نفس الشيء حسبت AOB روح قل لك AOB يساوي 110 فإن القوس AB يساوي 110. مين قال لي قياس القوس يساوي قياس زاويته المركزية؟ تمام، من واحد واثنين، هاي AD 110 والقوس AB 110، معناته القوسين طبقين كمان بيصير. إذا إما هاي الطريقة أو بقول بما أنه تساوى زاويتين مركزيتين في دائرة فإن قوسيهما طبقا، فإن قوسيهما طبقا. الطلب اللي بعده قال وأن الوترين ED وAB طبقان. كيف بدي أثبت الوترين طبقين؟ انتبهي لعندي، أنا قبل شوي أثبت القوسين طبقين. مين القوسين؟ AB وED، أثبتهم طبقين. قال إذا تطابق قوسين فإن وتريهما طبقان، إذا تطابق قوسين فإن وتريهما، مين وتريهما؟ القوس الأول AB، القوس مين وترى؟ وترى AB. مين سي دي دي اي؟ هذا وتر مين؟ وتر القوس دي اي، تمام؟ اذا بما ان وبالتالي فان الوترين AB واي دي طبقان. ليش طبقان؟ لانه تطابق القوسين اي بي واي دي، اي بي واي دي، وهو المطلوب. اذا اثبتنا تطابق القوسين، كذلك اثبتنا تطابق الوترين. هيك بتكون انتهت مسألتنا الأولى.